مجلسنا، ولعل المجلس مجلس فرح وهو كذلك، ولا أدري ما الذي جعل اللسان يسترسل في ذكر بعض مآسي آل البيت، ولكن لعل معنى الولاء الذي رأيته في الوجوه أمامي حرك القلب متذكرا ما كان من قبل. وإن هذا الولاء الذي نراه إنما هو ثمرة لما كان من قبل، وإن الأيام تدور ويداولها الله تعالى بين الناس. ولئن كان أهل الدنيا قد ظنوا أنهم منعوا آل البيت حقهم بمنعهم الدولة الظاهرة، فإنهم لم يعلموا أن الله قد خول لآل بيت نبيه دولة لا تفنيها الأيام ولا الليالي، وأن الدولة التي خولهم الله تعالى إياها يقف ملوك الأرض بطولها والعرض خضعا أمام مظاهرها في الدنيا، وغدا يرون مظاهرها في الآخرة. إذا نادى المنادي على رؤوس الأشهاد والجميع يسمع أنبياء ورسلا ومقربين ومحبوبين، كلهم في يوم أكبرهم رتبة من غير المصطفى، يقول نفسي نفسي سلم سلم، كلهم يسمعون النداء من بطنان العرش يرفع شان فاطمة وأبناء فاطمة، يقول يا أهل المحشر غضوا أبصاركم واحنوا رؤوسكم وطاطئوا جباهكم، فإن فاطمة بنت محمد تدخل الجنة. وإن غدا لناظره قريب، والصادقون في المحبة والولاء الذين يجمعون بين روح المحبة بسلوك الاتباع، ويقومون على نهج الاقتداء، ويؤثرون آداب الحبيب على أنفسهم، سيحمدون العاقبة في ذلك اليوم، لأنهم لا ينسون أحبابهم ولا المتصلين بهم. ولقد قال لأنس بن مالك: يا أنس إني، وهذه يشير إلى البتول الطاهرة، إني وهذه وهذان أي الحسن والحسين وذاك النائم، يشير إلى الإمام علي، في مكان واحد في الجنة. جاء في بعض الروايات أن الإمام علي لما سمع الكلمة رفع الغطاء من على رأسه والتفت وقال: يا رسول الله، ومحبونا فهم الذين لا ينسون من أحبهم، لا وعزة من أقربهم ورفع درجاتهم، ومحبونا، فقال: ومحبوكم من ورائكم، فاهنأوا بمعنى المحبة التي أكرمكم الله بها، وعانقوا سر الدلالة التي قذفها الله تعالى في قلوبكم، فإن نور الحب الذي في بواطنكم الآن يخاطبكم ويقول لكم: لقد مكنتم مما لم يمكن منه كثير من الناس، فأتموا النعمة التي من الله تعالى بها عليكم بتعلقكم وتعشقكم لهدي الذين أحببتموهم. خلف لكم الإمام أحمد بن إدريس مصنفات وعلوم، أين اعتناؤكم بقراءتها وبمعرفة أخبارها وما أودع فيها؟ وخلف لكم خزائن أسرار قد قامت في ذوات من البشر أمامكم تسير وتمشي وتتحرك، فأين معاني اقتدائكم بأدبهم وبخلقهم وبما كانوا عليه وبما ترونه منهم؟ لا شك أن أمامكم منهجان، أن أمامكم منهجين، الصادق منكم إن سلك على قدم هذا وذاك نال الثمرة الكبرى وهي المرافقة يوم القيامة. أمامكم ما خلفه العترة بعد نبيهم من آداب وأخلاق وهدي وعلوم وسيرة ومعاملة، أنتم أيها المحبون أولى الناس بأن تحيوها في زمانكم هذا. إن عاملكم المعامل بالإساءة فأروه كيف تكون معاملة الإحسان من محبي آل البيت، إن آذاكم أحدهم أروهم كيف تحسنوا إلى من آذاكم يا محبي آل البيت، إن سبكم أحد أروهم كيف تثنوا على من يسبكم يا محبي آل البيت، إن رأيتم من الناس تنكرا فأروهم منكم محبة وودا، فهذه أخلاق من تعلقتم بهم إن عانقتم كتبهم. والأمر الثاني محبتكم لأبنائهم الذين أقامهم الله تعالى بين ظهرانيكم، أن تترجموها بمعنى الاقتداء بأخلاقهم وبسيرتهم، إن رأيتم سمتهم وأدبهم فدونكم فهذه طريقكم. ولا يقولن أحدكم: أين نحن وأين آل البيت، لا نستطيع أن نكون مثلهم،
إن لم تستطيعوا أن تكونوا مثلهم فتستطيعوا أن تكونوا معهم، ومعنى أن تكونوا معهم أن تتعشقوا أخلاقهم وسيرهم التي كانوا عليها وساروا بها. أن تعرفوا أن علي بن الحسين سيدنا لما قتل أباه وتنكرت له الأمة لم ينس أن مهمته الإحسان إلى الأمة وإن تنكرت له الأمة، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى ووضع على مغتسله ليغسل رؤي سواد على خديه سواد على عاتقه ظهره، فلما سئل خادمه قالوا له إنا نعلم أن السواد أن الخطين الأسودين اللذين على خديه إنما هما من شدة وكثرة بكائه من خشية الله، فقد كنا رأيناه بكاء، فما هذا السواد الذي على ظهره وعاتقه؟ فبكى خادمه وقال بأبي علي بن الحسين. قالوا له ما هذا السواد؟ فقال نعم، أما الذي على خديه فما ذكرتم من بكائه من خشية الله، وأما الذي على عاتقه فلقد كان بأبي هو وأمي إذا نامت العيون وهدأت الجفون يقوم في جوف الليل يحمل أكياس الطعام على عاتقه يتفقد بها بيوت المدينة يكفل 100 بيت من بيوت المدينة كلهم لا يعلم من الذي يكفلهم. قالوا له هل لا ساعدته؟ ويحك، أتركته يحمل دون أن تحمل معه؟ فاشتد بكاؤه وقال نعم، وددت أن لو ساعدته، ولكني إذا جئت لأحمل عنه نهرني وقال لي اذهب فإنك لن تحمل أوزاري عني يوم القيامة. اخرجوا بهذا المعنى من مجلسكم وحركوا في قلوبكم حقيقة التعشق للاقتداء بما كانوا عليه وساروا، فإنه النهج الذي يفتح الله له لكم به أبواب قلوبهم وأبواب معارفهم وأبواب علومهم، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأمر قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من عمر الساعة إلا يوم واحد لأمد أعده الله حتى يخرج رجلا من آل بيتي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما. جعلنا الله وإياكم من أهل الصدق في محبتهم. اللهم أحينا على حبهم، اللهم أحينا على حبهم، اللهم أحينا على حبهم، واعصم ألسنتنا عن سبهم وقلوبنا عن بغضهم. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم.